الفن في الاول وفي الاخر هو زي ما بيقولوا يعني الاساتذه النقاد مرآة للمجتمع، هو انعكاس للمجتمع. اذا كان المجتمع وحش هيطلع فن وحش، اذا كان قليل الادب هيطلع فن قليل الادب، اذا كان محترم هيطلع فن محترم، وهكذا. هو مرآة للواقع. وللاسف نعم يقيم. خلينا مش عايزين مقاطعات لو سمحت. او احنا بنقول ان هو مرآة للواقع، يعني بيستمد مادته الاوليه او مادته الخام اللي بيشكل منها الفن، سواء مسرحيه او مسلسل تلفزيون او فيلم او تمثيليه اذاعيه، بياخد الماده الخام بتاعته من الواقع، فمش هيجيب، ما يقدرش. لما تيجي بقى على واحد زي او زي الاستاذ او زي الاستاذ انور، دول ناس غلابه خالص، يعني احنا ناس غلابه، ما نقدرش نعمل طيار يخدم وطيار يغير اللي موجود. مشروع دوله، امال ايه؟ ده مشروع دوله. وهو الحقيقه لما تيجي تدور على ايه اللي ودانا في 60 داهيه زي ما هو حاصل دلوقتي، مش بس على مستوى الالفاظ الخادشه والتي نخجل من سماعها، ولكن ايضا على مستوى قله الموضوعات الجيده، على مستوى ضعف الدراما وضعف الاعمال، على مستوى التقليد الاعمى للسينما الخارجيه، واخد بالك؟ التقليد الاعمى، خلي بالك ان احنا طول الوقت بنقلد السينما الامريكيه، طول الوقت من الثلاثينات والاربعينات والخمسينات، ولكن لما بنيجي نعمل فيلم زي مثلا بين الاطلال، او فيلم زي افلام كتيره متاخده من افلام امريكيه، بنعمل احنا النسخه المصريه، بنعمل فيرجن تاني، بيبقى قد الفيلم الاجنبي او احسن منه كمان. يعني لو انت فاكر الفيلم بتاع، معلش يعني سامحني في عدم تذكر الاسماء كويس، الفيلم بتاع رشدي اباظة ولبنى عبد العزيز وحسين رياض، طيب اسمه ايه؟ من حواء، اللي هو مسرحيه ترويض النمره، لا ترويض النمره ويليام شكسبير، ترويض النمره مسرحيه لويليام شكسبير. وطبعا احنا عارفين ان ويليام شكسبير ده من اكبر واعظم كتاب الدراما في العالم، في التاريخ كله، في تاريخ الدراما. ودايما كل عمل لويليام شكسبير بيتعمل 700 مره، يعني هاملت اتعمل كتير قوي، الملك لير اتعمل كتير قوي، حلم ليله صيف، كتير كتير، وبيتعالج بمعالجات مختلفة. فمثلا له مسرحية اسمها ترويض النمرة، اتعملت أكثر من عمل، منها عمل لإليزابيث تايلور وروبرت تايلور وريتشارد بيرتون، سوري علشان أنا قلت الأسماء عشان كده. لما عملوا رشدي أباظة ولبنى عبد العزيز فيلم من حواء، انا بصراحه فيلم من حواء احلى شويه، دمه اخف من التاني ولذيذ وبونبونايه كده واقرب للنص الاصلي. لما اتعمل الفيلم بتاع لبنى عبد العزيز برضه واحمد مظهر وهي في الاسطبل ومش عارف ايه، بجمليون، نفس فكره بجمليون، فكره بجمليون. ولما اتعملت مسرحيه سيدتي الجميله بطوله فؤاد المهندس وشيكار، هي قد اللي عملتها برضو إليزابيث تايلور وريتشارد بيرتون برضو في المسرح، ماي فير ليدي، كان عندنا بهجة قمر. فكنا لما حتى بنقتبس بمستوانا وبمعالجة مصرية، مش بنقتبس
زي دلوقتي بقى، وانا اسف ان انا اقول كلمه نقتبس لاننا بنسرق الحقيقه مش بنقتبس، وما بنقولش احنا بناخد العمل كده بال 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 وما بنقولش زي ما بيقول الاستاذ وحيد. ويا ريت بنقول الاول، كنا بنقول عن مسرحيه ترويد النمره كذا، عن الام طيب كذا. إيه نرجع تاني، انا برضو معلش في الاسهاب شويه، عايزين كويس. طب كانت الدوله ساعتها بتعمل ايه؟ كانت الدوله هي اللي بتنتج السينما والمسرح، ثم جاء دورها في انتاج التلفزيون بعد كده، من ساعه ما افتتح التلفزيون سنه 1960 كانت الدولة تلعب دورها وتتحمل مسؤوليتها الحقيقية. لما الدولة خلعت معلش انا يعني ما هي خلعت سابتها. اما الدولة خلعت من الحاجات دي، جيت انا بقى معايا قرشين بقى، انا بتيجي يا عم وحيد نعمل فيلم بس ايه بقى، انت عارف بقى حاجة حلوة كده يا عم وحيد سريعة وتجيب ناس و سريعة بقيت ادور على القرشين، خايف على القرشين بتوعي، فعايز استغلهم باي شكل وباحط الاشكال التجاريه علشان اضمنهم تاني. خلي بالك انا مش وحش، وانا بحب السيما وعايز اعمل سيما كويسه، بس برضو خايف على القرشين، فاهمني ازاي؟ يعني حتى ما هو ما عنديش شغلانه تانيه، مش هفتح كافيتيريا، وبحب السيما زي ما بقول لك، وليه ما انتجش واكسب؟ نعم انا وارث والتجار اللي دخلوا أو, او 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 كنت بشتغل في المواد الغذائيه او في الكهرباء او في كده، واخد بالك؟ فلما اتثابت الحكايه لمثل هذه العقول ومثل هذه النوايا الفرديه لاشخاص صغيرين، نمره واحد تقلصت الصناعة دي، صناعة كبيرة، دي كانت تاني مصدر للدخل القومي المصري في مصر زمن طويل جدا. نعم هي صناعة غصب عننا، هي صناعة وتجارة وفن. السينما كده فيها الحاجات دي كلها. ليه صناعة؟ لأن بتتعمل في المصنع اللي هو عامل زي المكان اللي احنا قاعدين فيه ده، اسمه الاستوديو، وفي المايك دوت تكنولوجي، وفي الكاميرا، وفي وسائل صناعيه، وبنحمض الفيلم وبنطبع الفيلم، وسائل صناعيه. وليه تجاره؟ لاني بعد ما بعمل المنتج اللي هو الفيلم بعرضه في الباترينا بتاعتي اسمها السينما، بعرضه في السينما ويجيني الناس يشتروا تذاكر، يبقى دي تجارة. وليه فن؟ لأن المنتج موضوعه فني، المنتج هو فن، هو موضوع فن، وفن يعني المفروض انه يبقى فن جميل وحلو زي الأفلام الحلوة اللي احنا شفناها وتربينا عليها واللي لا نمل من يعني مشاهدتها لغاية دلوقتي. يبقى القصد يا استاذ هشام انه لابد على الدوله ان تستعيد دورها مره اخرى وتمارس مسؤوليتها مره اخرى في انتاج ورعايه الفنون، مسرح وسينما وتلفزيون، زي ما كانت بتعمل مع مؤسسه السينما، هيئه السينما اللي كان رئيسها لمدة 10 سنوات نجيب محفوظ، وسيد بدير، واللي أنتجت السيد بدير وأساتذة كبار، واللي أنتجت عدد ضخم من الأفلام الجيدة جدا بأنواع مختلفة كتير، وتستعيد دورها أيضا في الإنتاج المسرحي من خلال هيئة المسرح اللي يعني للأسف الشديد هي مجموعة من المسارح المغلقة، لازم تفتح هذه المسارح وتنورها بأعمال جيدة حتى تستعيد يعني ما كان هناك من نهضة في الستينيات. وأيضا الأعمال التلفزيونية
علشان تستعيد ريادتها ونهضتها التلفزيونيه اللي كانت موجوده خلال حقبه الثمانينات والتسعينات. زمان